عندي فرخة بلدي بسلقها هنا اهي، نطلع التشيكناية دي عشان هنفصصها، كده ونبقى ايه، نجيب احنا لسه ما قلناش مقادير ولا عملنا حاجه ولا محتاجه، احنا بقول لي هادي بس بنعمل المزومبلاص الايه يا عمي؟ اه المزومبلاص لسه اسمه اسمه مزومبلاص التحضير. اهو حبيبي يا رسول الله، حلو الكلام ده يا باشا. نجيب بقى مقادير الكشك النهارده، عامله بالرز زي يوم ما كانت بتحمله زمان، وهنعمله شويه زعتر وهندلعه دلع حلو. عندي فراخ وبصل ودقيق وزبادي، مرق، ملح وفلفل وزعتر جاف، ثم زيت للبصل عشان هنحمره، وطبعا ملح وفلفل. هنحط الحلة دي على النار، الفراخ مع البصل للكشك، وادي شوية زعتر. وهتكلمنا ان انا بعملها على طريقة امي، بس امي مكانش بتعمل، مكانش عندنا فراخ ايام الفراخ مكانش تطلع، مكانش طلع، طلعت لسه، كان مضلها لسه قديم. حبة شوربة، يبقى حطينا بصل على النار، حطينا زعتر، مكعب مرق، ملح وفلفل، اهو ده الجديد يا جماعه اللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا لازم نغير في اكلنا ونجدد في مطبخنا. شويه من السماق، اهو سولتان بيبر، طيب يبقى احنا كده يا جماعه شبه ايه، بنريح الزبون. وادي حبه الرز اللي هنا بيقولوا له ايه، رز ايه اللي انت جاي تقول عليه، هما زعلانين قوي ان انا احط رز عليه، قالت لي دي ايه معجنه كده، قلت لها معلش اصبري عليا وربنا هيكرمنا معاكي. ايام لما كانت بتعمل الكشك ما كانتش بتقول ايه، زبادي ولا دقيق، كانت بتنزل صبت رز كده عليه وتسيبه يشتغل، رز يبوش بقى كشك، بس كان ليه طعم، كان ليه طعم. دلوقتي مهما الشربيني يعمل ومهما المخرج يطلع ويعمل، بس مفيش اعلى اعلى ولا اعلى ولا احلى من اكل الام دي، زبادي ودقيق، حبة من البصل المكرمل الحلو الجميل ده في وسط الخلطة اللي أنا عملتها دي. والله لو أوريك اللي في بالي وأخليك تاكل منه لما تفصلش. ده أنا دن دن دنا ماشي إن شاء الله عندنا مترتر. هنا هو ممكن نقول عليها فتة كشك. قال لي ما سمعتش عنها قبل كده، لا سمعت بس بالطنش. ده كده على بره. قوم بقى ايه؟ اه طيب حاضر. نيجي هنا وادي الشوربه بتاعتي. ده الزبادي بالدقيق. لو عندك كريمه لباني اديها وما تزعليش وما تتضايقيش. كده مكعب مرق. بسم الله. اهو. هنا بقى قال لي
مش شايف حاجه. حاضر. قال لي ادي الفته وربنا يكفينا شر ما يتاتى. لا لا مش لاعبين. حياة النعمة يا جماعة، سبحان الله، لا هي مدروسة ولا هي اتعملت قبل كده، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيسترها معايا. عارفين ليه؟ لا، وعشان اللي مات لي تلات تنات جوه قاعد على البلاي ستيشن بتاعه ده هيفضحنا. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. بصوا برضو في حاجة عايز اقولها لكم دلوقتي. لو انا حاسس ان هو لسه ما ركزش معايا بقى، اديله شوية دقيق تاني. هو بيحب الصور، الصور يعني المزازة. مش هتشوفيها. نعم يا فندم. اما تاخد دول بس الاول قدام الناس عشان ما يعرفوش احنا بنلعب وراهم. نطلع بره. الله 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 الله. صلاة النبي. بصوا بقى، الست اللي ما تخشش البيت وتغير في مطبخ يبقى ما بتحبش عيالها. اللي تخش المطبخ وما تغيرش وانت كده زي ما انت 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 اهو. يا واد يا واد يا ولا. هنا بقى حبه الجواهر دول